موقع فلاحو شعبة الطماطم الصناعية بولاية الطارف أن يفوق منتوج هذه السنة كل التوقعات بالنظر إلى المساحة المزروعة التي تجاوزت 5000 هكتار، رغم التأخر في الزرع هذه السنة، إلا أن مؤشرات ارتفاع الإنتاج تصطدم بتخوفات منتجي الطماطم الصناعية من عجز المحلات الصناعية في استيعاب أو على استيعاب الطاقة الإجمالية واستقبال المحصول. محمد بن كموخ مراسلنا رصد التصريحات التالية. بطبيعة الحال كذلك فيه وعي ومن طرف من قبل الفلاحين، هذا لم يتأتى اعتباطا وإنما نتاج الأيام التحسيسية المنظمة من قبل الغرفة الفلاحية بالتنسيق مع جميع الشركاء في القطاع. وراح بكثرة السقي بالتقطير، وحاولنا في قده الاجتماع باه نقسموا الفلاحة، فيهم اللي يروحوا للبريكوس، فيهم اللي يروحوا للتارديف، من ضمنهم انايا عندي حوالي 56 قطار. شويه المصانع شويه متخليين علينا حنايا هنا، ما نجموش يعني باش نحيوا المنتوج تاعنا يعني ندفعوه كما رانا قاعدين نخدموا فيه، نخدموا نبذلوا فيه مجهود كبير. معي عبر الهاتف السيد علي باي ناصر، رئيس الجمعيه الوطنيه للمصدرين الجزائريين. صباحك سعيد سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب، التصريحات التي استمعنا لها، كل من تصريح رئيس الغرفة الفلاحية وكذلك رئيس شعبة الطماطم، بالإضافة إلى عينة فلاح تحدث عن عدم التفات ربما يعني الأسواق إن صح التعبير التي يمكن استيعاب كل هذه الكمية المنتجة، والتوقعات هذا الموسم تفوق توقعات السنوات الماضية. هل يمكننا الحديث عن تنظيم هذه العملية وصبها في مفهوم التصدير؟ طيب، هي يعني الطماطم يعني من أكبر مواد يعني اللي تتصدر يعني وتستهلك في العالم، من أكبر أسواق في العالم حاليا نتاع التمور نتاع اسمح لي نتاع الطماطم. مثلا الولايات الأمريكية تستورد سنويا 7 مليون طن، ألمانيا 1,500,000 طن، فرنسا تستورد 540,000 طن. يعني كان أسواق كبيرة تطلب المادة هذه، وخاصة الإنسان اللي يهدر دوك على المبكرات. هذا شيء مهم جدا لنا، ولكن عندنا ثروة، عندنا مواد صالحة ربما للتصدير، ولكن لازم شبكة. ما عندنا الشبكة مفقودين ورانا مجهونين يعني في الأسواق هذه. الخليج وحدها برك تستهلك وتستورد 300,000 طن، يعني أسواق موجودة. علينا احنا كجزائريين وخاصة على وزارة الفلاحة بس تكون هاد المنتجين لازم يكونوا باش يروحوا للتصدير، لازم تكون عندهم تعاونية، لأن واحد ما يقدر يصدر لازم تكون تعاونية. طيب تشمل سيد ناصر، يعني لا نتحدث يعني عن هكتار أو هكتارين من الطماطم، يعني قرابة 100 هكتار هكذا للإنتاج، يعني هذا الأمر لا يسير بشكل اعتباطي، وحتى فيه يعني تنظيم. هذا رئيس الغرفة الفلاحية اللي كان يتحدث، يعني كل المقومات أو يعني الأمور التي من شأنها أن تضع هذه الأرضية التي تتحدث عنها هي مهيئة من أجل التصدير أو من أجل حتى تغطية الإنتاج، لأنه نتحدث أو كثيرا ما نتحدث عن عجز حتى في المصانع التي تقوم بتصنيع الطماطم المصبرة، وهذا ما يفتح الباب أمام الاستيراد. طيب، في 2015 الجزائر مع الأسف استوردت 43,000 طن فعلا نتاع المادة الأولية تاع الطماطم، يعني اللي كنا يعني في السنوات السابقة يعني كنا احنا يعني كافيين يعني في الجزائر. هذه 43,000 طن قادرين نسدوها بالإنتاج الوطني تاعنا. ثانيا، هذه فرصة، حاليا كاين فرصة، شفنا في أخيرا في واد سوف البطاطا وذكرنا الطماطم. راه الجزائر راهي عندها دوك الحمد لله نقولوا كاين إنتاج. ونعاود نولي الشيء اللي قلته سابقا، لازم من أولا تكون يعني يكون لا كومينيكاسيون، لازم وزارة الفلاحة هي اللي تتشرف على هذا الشيء. هذا عندها قوة وعندها حاليا آليات، كاين أكبر شركة
فريغوميديت اللي عندها التبريد وعندها راهي تكون في البلاتفورم وعندها يعني شبكه في الخارج بدات تدير شبكه حاليا. وهو ما دعانا لطرح هذا الموضوع، يعني ما الصور التي شاهدناها والمشكل اللي طرح منذ عده اشهر حول منتوج البطاطا هو ما دعانا لطرح هذا الموضوع، يعني قبل او استباقا لما يمكن ان يكون او يسمى في المستقبل بالكارثه، لانه طماطم اصلا معروفه انه مده صلاحيتها مش طويله. طيب مقارنه بالبطاطا. طيب هي مده قصيره، ولكن انا نطلب منهم يعني اولا اللي يشرف على وزاره الفلاحه تماك باش يقرب يعني الناس اللي راهي عندها صناعه، لان اكبر يعني صناعه في الطماطم في الجزائر هي في الشرق الجزائري ومعروفه، قالما عنابه النواحي هذوك سكيكل كاين، لازم يقربوا لهم، لازم يروحوا لهم يقدموا الانتاج تاعهم. ولكن نعاودوا نوليو للسعر، شحال راهو السعر تاعها، هذا على مستوى الداخل وعلى مستوى الخارج. نظن باللي التعاونيه هذيك تتخرب ثاني الجمعيه تاعنا، احنا قادرين يعني نعطلهم يعني توجيهات، نعطلهم قادرين نعاونوهم، احنا راه في جنبهم. نعم. احنا يعرضونا نفهموا لهم يعني الاسواق الخارجيه، نفهموا ما هما يعني البلدان اللي تستورد وكيفاش يعني لازم تكون يعني الطماطم يعني كيفاش لازم تكون متغلفه والامبالاج وكذا، يعني كاين شروط للتصدير. نعم. ولكن واحد ينتالق برك هذا مكان. شكرا جزيلا لك سيد علي بي ناصر رئيس الجمعيه الوطنيه للمصدرين الجزائريين، كنت معي على المباشر عبر الهاتف، شكرا. شكرا لكم.